التكريم التالي هو لمؤسسة ثقافية عريقة، ويقدم الدرع رجل عرف بمواقفه الصريحة والصادقة وبخوفه على الاقتصاد اللبناني. لم يتمكن اليأس منه، لأن الأمل كان أسرع إلى نفسه، فعرف كيف يزرعه في جولاته خارج البلاد رجاء بقيامة الوطن. أدعو رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الأستاذ محمد شقير إلى هذا المسرح لتقديم الدرع. مساء الخير. بعد تكريمه العام الماضي شخصية فاعلة في عالم المسؤولية الاجتماعية، كان لابد من التطلع أبعد، حيث للثقافة فعل كبير في الزمن البعيد عنها كل البعد. المؤسسة رسولة في أحلك الظروف، في منطقة عانت اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، فبدت سفينة تعبر بالجيل الطالع من بيئة إلى أخرى، إلى بيئة حاضنة وراعية. Human Responsibility هي الفئة التي تمنح إلى مؤسسة الصفد الثقافية هذا العام، وندعو نائب رئيس المؤسسة السيدة فيولات خير الله الصفدي لتسلم الجائزة. عام 2000 كان الوعد، وتحول اليوم مملكة إنمائية ثقافية، مركز الصفدي الثقافي. وعد أمانة سلمت إلى أهل طرابلس الفيحاء عام 2005، واحة ثقافية وسط مدينة مظلومة. نحن لبنان أولا، مش شعار، كل شيء لازم نحن نسوي نحافظ على البلد لأولادنا، ولكن كمان واجبنا نعلمهم المواطنين. ولأن ثروتنا عقلنا انطلقت بالتزامن مع مؤسسة الصفدي، وهدفها العمل لتنمية الإنسان الذي به تبنى الأوطان. القطاع الزراعي عمل على تطوير أداء المزارعين، وحول كل المشاريع خصوصاً في عكار إلى خدمات دائمة. ولأن للشباب الدور الأكبر في بناء الأوطان، كان نادي المتحد الذي أصبح من فرق الدرجة الأولى المنافسة على مستوى لبنان والعالم العربي في كرة السلة. القطاع الثقافي شبك بين طرابلس والعالم، وتحول مؤسسة مستقلة، مؤسسة الصفدي الثقافية. وتحت شعار الثقافية تنير العقول، تم توقيع الاتفاقات مع المراكز الثقافية العالمية واستقبال نشاطات ثقافية فكرية يومية. أملي إنه هذا المركز يرجع يفتح الأفاق الطرابلسية والشمالية، إنه هذا المركز لكل أهل الشمال، يفتح الأفاق، أفاق الثقافة، أفاق العلم، وأفاق المطالعة بإمكانياتنا المحدودة. مساء الخير. بيشرفنا كتير أن يكون مركز الصفدي الثقافي من بين المؤسسات المكرمة بهالحفل، اللي بنشكر القيمين على تنظيمه بهالظروف الصعبة. فيولات ومارون، يعطيكم ألف عافية، شكراً لكم. مهما كانت الهوية اللي نحملها، تبقى الثقافة هي الهوية الحقيقية للشعوب. من هيك معالي الوزير محمد الصفدي أصر أنه نتخذ شعار الثقافة تنير العقول. مركز الصفدي الثقافي بما يمثله هو لكل أهل طرابلس ولكل اللبنانيين، وعن جد ما بكون عم بالغ إذا بقلكم أنه هو فعلاً
بيشبه أهل طرابلس، بيشبه هوية أهل طرابلس، بيشبه طرابلس اللي احنا منحبها ومنحلم فيها، واللي كانت دايماً تاريخياً وجغرافياً عاصمة الثقافة ومدينة العلم والعلماء. بتمنى دايماً نتواصل سوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والويب سايت، وأكثر من هيك بتمنى كلكم تكونوا ضيوفنا بالمركز اللي دايماً رح تبقى أبوابه مفتوحة لكل طالب ثقافة وعلم. وشكراً.